وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الكويت الكاتب والمحلل السياسي دكتور ظافر العجمي، أهلا بك في نشرة الثامنة. أولا نعزيكم ونعزي شعب الكويت الشقيق ونعزي أنفسنا في وفاة أمير الكويت الراحل، ونعظم لكم الأجر في هذا المصاب الجلل. دكتور ظافر، هل لك أن توضح لنا دور الأمير الراحل في نهضة الكويت وتطور الدولة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا جزاكم الله خير على التعزية، وأقول اللهم اغفر لسيدي صاحب السمو المرحوم الشيخ نواف الجابر الأحمد وثبته عند السؤال. الأمير الراحل رحمه الله كان رجل زاهد، بيته كان بوسط بيوت الشعب، يصلي مع عامة الناس، لا موكب ولا جمهرة، مخافة الله كانت بين عيونه، لذلك كان عصره زاهي رحمه الله. تفاءلنا به عند توليه الحكم وحقق ما يريده الشعب من إصلاحات، ختمها بالعفو اللي عفى عن أبنائه من اللي كانوا في الخارج. كانت مرحلة حساسة في حياة الكويت، كنا طالعين من أزمة كورونا، كانت الأزمة الخليجية على وشك الانتهاء وانتهت في عصره. كان هناك الكثير من الأمور الكبيرة التي سيذكر بها الراحل رغم قصر فترة حكمه. إذن من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الدكتور ظافر العجمي، شكرا جزيلا لك.